بونجور لا فامي ومرحبا بكم فلوق جديد ماشي فلوق فيديو صغير قصير بغيت نوضح فيه واحد الحاجه بلي بزاف ديال لي باج فيسبوك داخلين بواحد واحد معلومه غلطه على بزاف ديال الناس كيقولوا اللي عنده شي هواوي ينوض يبيعوا بزاف ديال لي باج شفتهم كيكسبوا هادشي هذا كيقول لك اللي عنده شي باج اللي عنده شي هواوي عفوا اللي عنده شي تليفون هواوي ماركه ديال هواوي يمشي يبيعوا بنص الثمن حيت ترامب رئيس امريكان صدر واحد القرار باللي جوجل ولا بلاي ستور ولا اب ولا جميع البروغرامات يعني جميع جوجل ولا اب ستور ولا جيميل ولا يوتيوب جميع هاد المواقع هادو ولا هاد البروغرامات هادو ما غاديش يجيو يخدموا اكثر مع شركه هواوي حيت هو صدر واحد القرار يعني هو الرئيس الامريكان يعني قال لك صافي هاد الشركه هادي غتقضي علينا في مره كيفاش غتقضي عليكم في مره سيدي قال لك لا حقا هي ماشي بزاف باش خرجت وعندها المبيعات اكثر من ايفون اللي هادي سنين هو في السوق ديال الاتصالات وكتصدر تليفونات جدادين وايفون شحال هادي قديمه ويلا عندها واحد 50 مليون تليفون مبيع جات هاد واحد حنا كنقولوا هادشي كتقدر 50 مليون مبيع جات هاد الهواوي ماشي بزاف طلعات بمبيعات 57 مليون يعني زايده 7 مليون ديال المبيعات اللي زايده الهواوي يعني الشركه ماشي بزاف باش بانت وعامله بوم في السوق الاقتصاديه وهادشي علاش خوفا من ترامب خوفا هادي حرب اقتصاديه سياسيه ما عرفناش كيفاش النيه فهمتوني يعني ترامب خوفا من واحد سياسه اقتصاديه تدخل قود عليه بزاف لهذا صدر هاد القرار هذا بعد مشاورات وكذا وطاحوا عليه افكار والناس اللي مع مستشارين وكذا قالوا له واش نعتمد واش نعتمد باش شركه الهواوي طيحها مره فهمت شنو صدر هو مشى هضر مع شركه جوجل هضر مع شركه يوتيوب قال لهم ما تزيدوش تخدموا اكثر مع الهواوي حيت هاد الشركه هادي غادي تحطمنا في المستقبل وماشي غير المستقبل هي اصلا دابا محطمه لهذا جات شركه جوجل وجات الشركه ديال الجيميل ويوتيوب كاملين تحالفوا مع بعضيتهم وبزاف ديال الشركات ماشي غير جوجل ولا بزاف ديال الشركات تحالفوا مع بعضيتهم وقالوا صافي حتى حنا نسمعوا الهضره ديالك السي ترامب وغادي نوقفوا الخدمه ديالنا مع الهواوي كيف ما كتشوفوا انا كنصور بالتليفون الهواوي بزاف ديال الدراري صحابي دخلوا عليا قالوا لي تزرفتي شريتي التليفون هواوي مكذا ماشي بزاف شريتيه ودابا خرج هذاك القرار ترامب صافي ما عاد يكونش عندك جوجل يوتيوب ما يكونش عندك هذا واحد الغلط كبير الناس اللي عندهم التليفون ديال الهواوي بلا خوف بلا حتى شي حاجه حيت التليفونات اللي غادي ما يكونش فيهم هاد البروغرامات هادو ولا هاد السيستيم هذا ديال اندرويد هو سيستيم اندرويد يقدر يكون في اي شركه اي شركه جات جديده ديال التليفونات تقدر تخدم السيستيم ديال اندرويد شنو هو ما بقاش يخدم الشركه ديال جوجل الشركه ديال بلاي ستور يعني باش فاش تهبط بروغرامات وداك الشيء ويوتيوب كذلك ما بقاش يتجبروا التليفونات ديال هواوي اللي في مستقبلا يعني ماشي دابا اما ديال دابا بحال هذا اللي عندي ولا هذيك ما بقاش يتجبر معاهم صعوبات يعني ما تجبرش مشاكل يعني بحال عندك تليفون عادي جدا يعني بالدراري بلا ما تخافوا ولا مشيو تبيعوا تزرفوا تزربوا مشيو تبيعوا التليفونات ديالكم الهواوي حيت اللي عنده شي تليفون دابا الهواوي يعني شراه قبل ما هاد اصدار القرار هذا يعني ما عنده ما يخاف وهاد المشكل هذا يعني من 2012 وهما كيهضروا على هادشي هذا المشكل هذا من 2012 كنت سمعت كدا قال لك لا شركه جوجل غادي تضرب على شركه الهواوي وما غاديش تتعامل معاها ولكن ما وقع حتى شي حاجه فهمت وحاجه اخرى كاين واحد الشركه هونور اسمها هونور تابعه لشركه الهواوي يعني اي واحد عنده تليفون ديال هواوي او لا هونور يعني ما عنده علاش يخاف دابا يقدر يخاف مستقبلا غادي تكون واحد الضربه قوده يعني صعيب بزاف 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 باش الواحد يكون كيخدم على واحد السيستم ديال اندرويد واندرويد عندها تقريبا العالم كامل كيتبع اندرويد قليل يعني كاينه واحد فيها كيتبعوا ديك اب ديال ابل ستور فهمتي هذيك واحد فئه قليل الاندرويد هي اللي مسيطره دابا في السوق الصراحه بلا كذب يعني بلا ما نكذبوا على راسنا الاندرويد هي اللي فرع السوق يعني ما يمكنش هاد الفئه هذه كامله تجي شركه الهواوي
وتعمل واحد السيستيم ديالها جديد ويتبعوه ديك الناس الاندرويد كامل. هادشي صعيب بزاف. تقدر الصين او الشينوا كامله تقدر تتبع السيستيم الجديد اللي تقدر تعمل الهواوي، يعني باش تنمي او باش تعاون واحد الاقتصاد ديال شركه الهواوي باش ما تعملش الافلاس. ولكن باش يجي العالم كامل او العرب، غير العرب الا وقفوا ديك، يعني ما يقدروش العرب ما يقدروش يوقفوا الاندرويد كاملين، حيت الاغلبيه كيخدموا من الانترنت، كيخدموا من يوتيوب، وكيخدموا غير جوجل، كيخدموا بزاف 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 بزاف. ما تجيش الشركه ديال الصين هذه الهواوي وتخرج شي سيستيم جديد اللي يقدر يخدم عليه العالم كامل. صعيب بزاف، خصك واحد الوقت كبير كبير بزاف عادي يمكن لك تفرض راسك في السوق. فهمتوني شنو باغي نوصل؟ هذه الفكره اللي بغيت نوصل لكم. واي واحد من دابا فوق يعني ما يزربش ويشري التليفون ديال هواوي او التليفون ديال هونور، جوج ديال الماركات. هاد هونور هي تبع الشركه ديال هواوي، يعني واحد شركه صغيره من الشركه الكبيره اللي هي هواوي. صافي، هادشي اللي واقع لي عندي. ما نقول ميساج صغير يعني الدراري، انا بغيت نوصل واحد ميساج صغير صدق في وصلت الدراري اللي عندها الهواوي دابا، يعني بلا ما تخاف. فهمتي؟ واللي شرات الهواوي مؤخرا يعني بلا ما تخاف، ما عندش حتى شي مشكل في هادشي هذا. يعني التليفونات اللي غادي يضربوا اللي غادي يضرهم هذا السيستم ديال الاندرويد هما التليفونات الهواوي اللي غادي عاد غيخرجوا جدادين. دابا حيت في شهر 9 غادي يخرج واحد التليفون جديد ديال هواوي، شي حاجه واعره. ولكن ملي تضرب هذا السيستم هذا يعني صعيب بزاف باش من سيستم غادي يخدموا به الهواوي. دابا ما عرفناش يعني، وعاد هواوي كتقول لك عن مشات الاندرويد، عندنا ما احسن من الاندرويد، يعني كانت ديجا عامله احتياطات ديالها من هذا الشيء هذا، من هذه الضربه هذه. فهمت؟ يعني ما نعرفش اني موجد لنا الهواوي صراحه، ونتمنى من الله يعني ما يعني خليوها هيداك يعني الشيء اللي كاين. المهم تبارك الله عليكم اخوتي، هذا فيديو صغير. السلام عليكم.